وأؤمن بأن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين. النبيين والمرسلين، لأن بعض الملاحدة يقول أن الرسول يقول لا نبي بعدي، ولا يمنع أن يكون هناك رسول، ما يمنع أنه يبعث رسول لأنه قال لا نبي بعدي، فالممنوع هو النبوة، أما الرسالة فلا. يا سبحان الله، ما يكون رسول إلا نبي، ولا يكون نبي إلا وهو رسول، لابد. مهنا رسول وليس نبيا، وليس هناك نبي. نعم، الرسول لابد أن يكون نبيا، وأما النبي فلا يلزم أن يكون رسولا، بينهما عموم وخصوص. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسولا. فبعضهم يقول إن ما قال صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي فلا يمنع أن يكون هناك رسول، هذا من المغالطة، لأنه ما يصح أن يكون رسولا إلا إذا كان نبيا. نعم.